وللحديث عن الانتخابات القادمة في العراق وتأكيد مجلة إيكونومست أن العراقيين غير مهتمين بها، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، مرحبا بك معنا. هل تسمعني سيد جاسم؟ ألو، نعم أسمعك. حياكم الله، أهلا بكم. لماذا العراقيون غير مهتمين بالانتخابات القادمة مع تأكيد الحكومة أنها ستجريها في وقتها؟ نعم، شكرا لكم. معلوم أن الانتخابات هي آلية معمول بها في غالبية دول العالم لانتخاب الحكومات أو البرلمانات أو أي منصب من المناصب الكبيرة، سواء كانت المركزية أو المحلية، وبالتالي هي آلية معتبرة ولا يمكن القفز عليها. وأعتقد أن العراقيين واعون لأهمية الانتخابات، لكن التجربة المريرة بعد عام 2004 ولحد الآن يعني كانت هي الحكم في عزوف الكثير من العراقيين عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي أعتقد أن القضية قضية تجربة مريرة أدت إلى هذا الرأي الشعبي الموجود اليوم في الشارع العراقي. نعم، طيب، مع اقتراب الانتخابات وعندما يقول فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد بأنه لن يكون للعراق أي علاقة مع دولة تصف الحشد بالميليشيات، هل هذا إعلان سابق لأوانه؟ هذا هو جزء من حالة سياسة اللا دولة الموجودة في العراق، وإلا لا يمكن تصور أن غير رئيس الحكومة يحق له أو وزير خارجية يحق له الكلام في مثل هذه الملفات، وحينما يتكلم غيرهما من المسؤولين الآخرين في مثل هذه الملفات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية، أعتقد أنه هذا هو جزء من سياسة حالة اللا دولة القائمة في العراق، وأمر طبيعي لأننا نعيش في حالة اللا دولة، وممكن أن نسمع تصريحات أخرى مشابهة وربما أسوأ من هذه التصريحات. الشعب العراقي الذي تأتي هذه الانتخابات لاستفتائه غير معني كما تقول مجلات عالمية، وهو في الواقع ومن خلال المشاركة الضعيفة في الانتخابات في المرات السابقة يوحي بأنه غير معني ولا تعني هذه النتائج ولا يعلق أمال كبيرة على إجراء انتخابات من عدمها. لماذا وصل الحال بالشعب العراقي إلى هذه الدرجة؟ يعني أظن أنه الجواب كان في السؤال الأول، نحن تحدثنا عن التجربة المريرة، الوعود الغير المنفذة، يعني المشاريع الوهمية، آلاف الموظفين الوهميين والفضائيين، والتجارب المريرة، والحكومات المتعاقبة التي لم تنتج شيئاً، الخراب الموجود في الكثير من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والرياضية وغير ذلك. هذا كله يعني حينما يقع في بلد مهم مثل العراق، ونحن نتحدث عن شعب يعني ليس من الشعوب يعني المتخلفة أو الهمجية، نحن نتحدث عن الشعب العراقي، والشعب العراقي له القدرة على أن يفرزن ما بين هذا المسؤول أو ذاك. هذه التجربة المريرة غير المثمرة جعلت هذا الموقف الشعبي العراقي يصل إلى هذه المرحلة، وعليه أنا أعتقد أنه القضية في كل الأحوال سواء كان هنالك عزوف كبير جدا ومشاركة بسيطة جدا، أنا أعتقد أن الانتخابات ستمضي وأن هؤلاء باقون في يعني إدارة شؤون البلاد، لأن الأمور لم تحسن بعد، هم يعني متحكمون بالمركب العراقي مع الأسف، وهذا الأمر مؤلم جدا، وعليه أعتقد أنه القضية حتى الآن لم تنضج إلى مرحلة التغيير الكامل في العراق، وأن الانتخابات هي واحدة من الصور الشكلية التي ستتمم صورة المشهد العراقي السقيم، وبالتالي أتصور أن الانتخابات في كل أحوال ستمضي سواء كانت المشاركة كبيرة أم هزيلة، ومتوقع أنها لن تكون كبيرة، لكن هم متحكمون في الإحصائيات، هم قادرون على أن يقولوا أن 50% من العراقيين شاركوا في الانتخابات حتى لو
تمت مشاركة 5% من العراقيين. نعم. وبالتالي هم متحكمون بالملف وهم قادرون على إدارة اللعبة بالشكل الذي يريدونه، وهذا يدعونا حقيقة إلى تشجيع حالة الثورة الشعبية السلمية في العراق من أجل إيصال البلاد إلى مرحلة التغيير ويعني إنهاء هذه الحالة السلبية القائمة. نعم، هل يعني هذا أن المقاطعة من عدمها سيان في وجهة نظرك دكتور، يعني بحيث أنه لا أهمية لمقاطعة الانتخابات طالما أن الأمور بصرف النظر عن طبيعة المشاركة وحجم المشاركة في الانتخابات ستكون بالطريقة التي يريدها أرباب السياسة في العراق؟ أنا أعتقد أن كل إنسان هو حر في خيار موقفه. من يؤمن بالحالة القائمة في العراق هو حر فليؤمن، ومن لا يؤمن أنا من المفترض أنه لا يشارك في الانتخابات. القضية قضية شخصية، كل من يعتقد أن الانتخابات يعني هي الطريق السلمي لبناء الدولة العراقية ومؤمن بهذه الحالة، سواء تكلمنا أخي الكريم أو لم نتكلم هو سيذهب إلى الانتخابات، لأننا نتحدث عن قضية موقف. نعم. الموقف يتطلب من الإنسان أن يكون غير مشارك في الحالة السلبية، وعليه هذه كلامي لا يعني أنه هو دعوة مشاركة في الانتخابات، أنا لست من الداعين لهذا الأمر، لأنني أعتقد يقينا أن المشاركة وعدم المشاركة هي بالنتيجة نحن نتحدث عن حالات تزوير تام في المشهد الانتخابي العراقي. نعم. وعليه أتصور أن القضية لا علاقة لها بحجم المشاركة، وإنما العلاقة لها بالعلاقات ما بين الكتل السياسية، ومنذ عدة يعني أسابيع بدأ الحديث عن بيع البطاقات الانتخابية، وهذا الأمر حقيقة يؤكد أن الانتخابات غير نزيهة، وبالتالي نعم. المشاركة وعدم المشاركة هذا أمر معقد، وعليه أعتقد نعم. أن الموقف دكتور جاسم نعم. يتعلق بالموقف الشخصي لكل الشخصي إنسان. نعم. دكتور جاسم، تحدثت قبل قليل عن أن تغييرا جوهريا لن يحدث في الوقت القريب فيما يتعلق بالمشهد السياسي في العراق، وأنا أريد أن أسأل ماذا تحتاج الأمور حتى تنضج للتغيير، وأنت تكلمت عن واحدة من الوسائل المتاحة هي استمرار الثورة السلمية، ماذا بعد استمرار الثورة السلمية؟ القضية بحاجة إلى وعي شعب، هذا الوعي الشعبي يعني الوعي الشعبي بأن ما جرى في بعد عام 2003 في العراق لم يثمر عن شيء حقيقي وصحيح وناضج وصحي في العراق. هذا الوعي الشعبي لا يأتي من فراغ، الشعب تعلم أنه ليس جميع العراقيين بمستوى ثقافي واحد، وبالتالي يفترض بالعقلاء والحكماء والمفكرين والصحفيين والإعلاميين والخطباء وكل من له قدرة على أن يوصل رأيه للآخرين أن يساهموا في بناء هذا الوعي. هذا الوعي يكون قائما على الحقائق، لا يكون قائما على 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 الخيال وليس على الأخبار غير الدقيقة. نعم. هذا الوعي سينتج وعيا جماهيريا شعبيا، هذا الوعي الجماهير الشعبي هو الذي جعل غالبية الذين يعني يشاركون اليوم في الانتخابات يعزفوا عن سبل يعني إغراء الجماهير. في السابق كما تعلم كانت هنالك نوع من الاستخفاف بالناخب العراقي، هذه الأيام لا توجد هذه الحالة، لأنهم يدركون أن العراقيين اليوم ليسوا هم العراقيين في عام 2004 ولا في عام 2010. إذن النضج الشعبي هو الذي يوصل إلى التغيير، وهذا الأمر لا يكون إلا بحملة توعية شعبية إعلامية دينية سياسية من كل الأطراف النقية تساهم بها من أجل إيصال العراق إلى الضفة الآمنة. أشكرك جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.